400 درهم. هادشي غير باش نوضح لكم بان هاد التقرير هذا اللي خرج ما فهمناش بان ك ك ك سي لا غوت كي في سي لا غوت دو ترو. هاد التقرير ان فاش تعطى للصحفيين فاش خرج للمواطن ان نورمال فاش كيخرج التقرير علاش ما عطيناش حنا عنوانين الخضراء لي زاغريكولتور اللي كيخلصوا جوج دراهم وكيدبحوا ربح فاحشه وكيصدوا باش يربحوا اكثر فلوس في المواطن الاخضر، علاش ما دخلناش في هذه المنطقه هذا؟ علاش ما هضرناش على المواد البتروليه عمرهم ما هضروا على مارجان شحال كيربحوا؟ علاش ما هضروش ما دوش هذا الشيء راه هذا؟ علاش مناطق تسميت الحكومه عمر الصيدلي كيربح هما الوسيط بحث راه كان وزير الحكومه قبل ما تخرج واحد التصريح سير بحث بان واخا وهاد التقرير انت هاك حنا هاد التساؤلات ديالنا حنايا وهاد التساؤلات كنعطيهم لكم نتوما كصحافه لان هنا يعقل بان يعطيكم لكم الصيدلي كيربح ب 47 57 وغلط كبير وما كاينش غلطات فريمون انورم. اليوم هاد التساؤلات حنا نتوما كصحفيين حنا كنطلبوا منكم ديروا اون انفستيغاسيون ما قلتلكمش هما قالوا لكم حنا قلنا لكم مرحبا حنا جاو عندنا الصيدليات ديالنا نجبدوا لكم لي فاكتور نجبدوا لكم كلشي. كنشكركم كإخوان صحفيين مهنة المتاعب فيما يخص التغطية ديالكم لهذه الندوة الصحفية اللي جات من أجل شرح للمواطنين الدوافع اللي دعات الصيادلة لهذا الإضراب الوطني اللي عازمين يخوضوه نهار 13 أبريل 2023 بدون صيدليات حراسة. فبالفعل تقرير المجلس الأعلى للحسابات فهو النقطة التي أفاضت الكأس وليس هو الدافع الأساسي من أجل خوض هذا الإضراب. النقطة اللي أفاضت الكأس من خلال المغالطات اللي جابها التقرير وعدم خوضوا في كل النقاط اللي كتهم الصيدله واللي كتهم هامش ربح الصيدلي الخام والصافي لصيادله الصيدليات، مع العلم بانه احنا كنعرفوا بانه المجلس الاعلى للحسابات فهي هيئه دستوريه بقانون وفيها من خيره القضاه من خيره الناس الاقتصاديين، كيف يعقل بانه يخليو المواطن ويخليو الصيادله في حاله من امرهم بسبب هذه الارباح اللي جا بها هذا التقرير ديال الاعلى ديال المجلس الاعلى للحسابات. فهناك غلط كبير أريد به تشويه سمعة الصيدلي مع المواطن، خلق واحد البلبلة كيف ما شاهدتوها في الأيام الأخيرة من بعد ما صدر هذا التقرير. فإذا هناك تراكمات منذ 2018 وما قبل، لانه كيف ما كتعرفوا كان هناك اضراب وطني شامل يوم 28/12/2018 لكل صيادله الصيدليات بالمغرب، كان هناك ملف مطلبي ظل يراوح ما كانه الى يومنا هذا، لم يتحقق منه الا يمكن لي نقول لك نقطتين، النقطه الاولى فهي بفضل صاحب الجلاله والورش الملكي ديال التغطيه الصحيه الشامله للمهن المنظمه، واللي حنا كمهنه منظمه حنايا كنا وحدنا بالشرف باش تكون عندنا تغطيه صحيه الحمد لله في 2022. كاين النقطة الثانية وهو دستور الأدوية، ولكن هذا دستور الأدوية بقي حابس الرفوف لأنه ما كايناش هناك نصوص تنظيمية لتفعيل هذه المدونة الأدوية، ومنها التكافؤ الحيوي اللي باقي كان ناديو به كصيادلة باش تكون عندنا حق الاستبدال، لأنه كيف لا يعقل باش نساهموا في التقليص من نفقات صناديق التأمين الصحي. هذه من جهة، من جهة أخرى التقرير لم يشير في التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات إلى ما كانوش هناك هيئات شرعية وانتهت الولاية ديالتهم منذ 2019، وهنا كنهضروا على الشق المادي والاقتصادي للصيدليات، فهذا من اختصاص النقابات. النقابات هناك مركزيات نقابيه، هناك تمثيليات نقابيه، كان بالاحرى الوزير يتناقش مع التمثيليات هذو في حاله ما، ومع العلم بانه كانت هناك مقال صحفي في احدى الصحف على اساس بانه ممثل المجلس الاعلى للحسابات كيقول بانه لم يستشيروا مع الصيادله بذريعه انه ليس هناك مخاطب رسمي، واعطى مثال بالسياحة وأنهم
كانوا بتشاور مع الفيدرالية الوطنية للسياحة، فالنقابة أو الفيدرالية الوطنية فهي نقابة، فكيف يعقل الكيل بمكيالين؟ عندما يكون الأمر يهم الصيادلة خصنا نشاور مع الهيئات اللي هي لا دخل لها ولا اختصاص لها فيما يخص الشق المادي لصيادلة الصيدليات. أما فيما يخص الثقافة فهناك أكثر من نقطة استفهام. لحد الساعة احنا كنتسائلوا لماذا هذا السكوت ديال وزارة الصحة، لماذا وزارة الصحة لم تخرج بأي بيان لشرح لصيادلة الصيدليات الهامش الربح الحقيقي لصيادلة الصيدليات؟ هناك مرسوم، هناك قانون يؤطر هذه المهنة، والصيدلي لا دخل له في تحديد أثمنة الدواء. الصيدلي بالخصوص نحن مع تخفيض هامش الأدوية الباهظة الثمن الشريحة 3 و4، نحن كنطالبوا بإشراك صيادلة الصيدليات في أي نقطة من نقاط ديال المنظومة الصحية بأكملها. المغالطة وهي لم تحدد ماهية الهامش الربح الخام والصافي لصيدلي الصيدليات، واكتفت بتدوين 57% و47% على أنه هو الهامش ربح الصيدلي في المغرب، وهو أعلى هامش ربح بالدول المعيارية. فإذا كانت هذه المقارنة كتاخذها على حساب أنه هامش ربح الدول المعياريه، فهامش الدول المعياريه بالنسبه لصيدلي الصيدليات ما كيقتصرش على بيع علبه دواء، فهناك عده امور اخرى، منها التلقيح الموسمي، منها تلقيح بعض الاوبئه، منها التعويضات على الحراسه الليليه، منها تعويضات على الحراسه النهاريه، منها تعويضات عن صرف الدواء. كل علبه دواء فهناك تعويض لهذا الصيدلي هذا لكي يصرف الدواء. اذا كان صرف عادي بدون وصفة فهناك تعويض، إذا كان صرف بوصفة فهناك تعويض، هناك تعويض عن حق استبدال الدواء، لأنه هذا الصيدلي هذا كيساهم في تخفيض تخفيض سميتو صناديق التخفيض، العبء على صناديق التأمين على المرض. وبالتالي حتى في حالة ما إذا كان هناك وصفة طبية وفيها دواء اللي فيه ديزانتيراكسيون ميديكامونتوس مع دواء آخر أرفض بتعليل رفض هذا الصيدلي يمد للمريض، فهو كيتخلص عليه، حتى الرفض كيتخلص عليه. والاكيد بانه هاد لي ميزور دو كومبونساسيون كاملين اللي كاينين فهما كيمثلوا واحد 90% من الربح الخام ديال الصيدلي صيدليات في الدول المعياريه. فلماذا لم يتطرق الى ارباح الاخرى المصاحبه ل هامش الربح اللي بيع علبة واحدة من الدواء؟ لماذا لم يتطرق هذا سميتو باش نكونوا دول معيارية؟ إلا كنا نتقارنوا معهم في جميع المسائل اللي كتهم المزاولة الصيدلية.